انقطاع تام للمياه منذ ما يزيد عن أسبوعين في قصر بني وزن، والأكثر من ذلك تأتي المياه محملة بالأتربة، مما تسبب في حالة من الاستياء والغضب بين السكان. كاين الناس راه في شهرين في ثلاثة ما يشربش، كاين يجي خارج الصباح تلقاهم ببادة هم يحولوا من عند الجيران اللي عندهم الماء، يوميا الصباح تلقاهم يعمروا بالبادة. جراء الانقطاعات المتكررة للمياه، الحاجة عائشة كغيرها من السيدات اللواتي يتحملن العبء الأكبر في ملء قارورة الماء في انتظار حل جذري لهذه المشكلة. دير بنادم الماء ما عنده التادية، كل شيء إلا بالماء، والله غالب علينا ما نتقعد نحوطوا عليه في البعد ولا نمشي له الديار مغلوبين ما نقدر نقمل، دوك راه مبادين خاوين ما نقدر نقمله. يرحم والدين وكثر خيركم. نطلبوا من السلطات المحلية باش يدخلوا في هذا المشكل نتاع الماء لأننا نعانوا منه، بغيناهم يعاونونا ويساعدونا في هذه الزنقه اللي رانا شحال من عام رانا في هذه المعاناه الكبيره اللي رانا فيها، كل يوم السباله ما تجينا. تجارة صهاريج المياه واحدة من المهن المنتشرة بولاية ورقلة، والتي أصبحت مهنة للعديد من الشباب خلال فصل الصيف. احنا التجارة تاع الماء الحلو في الصيف هذا نكسبوا من الرزق تاعنا، ولا في العين تاع السباب هذا ما اسمه ما مالح. عندنا واحد 100 كاميو هنا في الوزين هذا تاع الملح، واحد 100 كاميو عندنا راهم يخدموا كاع على مستوى ولاية ورقلة. 100 كاميو كاين، 100 كاميو يخدموا على مستوى ورقلة، 102 يو كل عام على طول العام، شتاء صيف ربيع، هذه الخدمة تاعنا، هذه التجارة تاعنا. كما تمثل هذه التجارة أمل الكثير من المواطنين الذين جفت حنفياتهم بعد الانقطاعات المتكررة للمياه، وإن وجدت فهي غير صالحة للشرب. وهذا الماء تلقوه في العين وكذا، راه ما صلحش هذا الماء، هذا اللي تلقوه في العين مشروع راه خاسر، والجماعة مسكين ما عندهم ما والو، كاين بلايص كاع ما فيهاش الماء هنا في ورقلة. الماء مالح ياسر، والناس يطلبوا على الماء الحلو هذاك، احنا رانا ندورو هنا عينا الماء الحلو، ثم الماء العين هذا ماهوش مالح وكاين الكبير ما يطيقش وكاين، ثم هذا الماء سمعت على الكماينه وديرها في عينا كاش ما كاش حل كل الكماين. التدخل من طرف القائمين على صحة المواطن لمراقبة هذه الصهاريج وغياب آلية تضبط هذه المهنة جعلت صحة المواطن في خطر. يا اخي انا راني في ولايه الجزائر ودايل لايف الروحي، ماني دايره لا المروكي لا التونسي لا الليبي لا السنغالي، انا راني دايره هنا في ولايه الجزائر ودايره للناس تاع الجزائر، انا كي دايره لله علاه دايره المروكي. المروكي ما على بالكش تشار صاري فيها، ما على بالهمش هما بلي صاري في الجزائر. عطينا بالهضره اللي جايه هذه الله يرحم ليها. راهم يتحوسوا يهضروا لك هضره بلا ما، ورانا محتاجين الناس اللي تعاون كيما الولايات المجاوره، ولايه سلسله بارك الله بكم كثر خيركم، ولايه البيض، الولايات يا لو كان الشعب غير بالدعاء بارك الله بكم وكثر خيركم. ولا راه يهضر في هضره تاع كيسموه حنا ما رانا نديرو ما رانا نوزو والو، حنا رانا نوصلو نحوسو نوجهو الرساله هذه الناس اللي راه عندها الحسيان داخل الولايه، ولا الناس اللي عندها سورتو اصحاب السيتيرنات. يا صاحبي كي راك تقول لنا السيتيرنا ب 400 و500، علاه تعمرها انت ب 30 تروح تبيعها لجارك ولا لخوك ولا لامك مريضه ب 400000؟ علاه اي قول لي علاش اكثر من هكذا؟ طريقة مبلعة، الناس مغبونة، كذا العباس، الماء مكيان الماء، العيون تاع الجزائر، يشرب الماء. عطشانه مسكين. رانا في ازمه تاع ماء، ميساج لاصحاب السيتيرنات. السلام عليكم ناس ديارت ناس الخير، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. 2024 وصلتونا نهضروا في هذا لو سوجي، مي معليش يا خاوتي رانا في ازمه، رانا في محنه، لازم في هذا الوقت هي اللي نتكاتفوا، هي اللي نرفدوا بعضانا، وهي اللي نعاونوا بعضانا. رانا في ازمه تاع ماء، ميساج لاصحاب السيتيرنات، ميساج خفيف ظريف يا خاوتي، لا بغيتوا ربي شوفوا في القليل
عاونوا القليل، حنا رانا حاسدين عاونكم، عارفين بلي عليكم لا بريسيون لا شارج ومنا، وحنا نعرفوا الشكاين، مي زعما من الاحسن من الاحسن غير رد على اخوك تليفون كيعيط لك ما تكلاش، قال نجي ولا ما نجيش، ولا يطيق يعاون يعاون، احسن تجاره تجاره مع الله، فهمني مون فخ، غير يطيق تعاون عاون. مشي عيط لك واحد قليل تقول له 300 ميل، الاخر تقول له 250 ميل، وواحد تقول له ما نطلع لكش كاتريا ميطاج، وواحد تقول له ما تعمرش انتايا وجارك، هذا لو مومون هو اللي نسحقوا فيه بعضانا، هذا لو مومون هو اللي نسحقوا نرفدوا فيه بعضانا ونكاتفوا بعضانا، ما نقوش مال من صدقه، ما ناش نقول لك صدق بالسيف، مي على الاقل جبر بخاطر القليل وعلى الاقل عاون الناس بالشيء اللي طيق عليه، شفناها في كوفيد وقت فات رفدنا بعضانا وما عليناش ورانا نشوفوا فيها في هذا الوقت، والله سي مالورو لا بغيت ربي لاصحاب القلوب الرحيمه اللي في قلبه ذره خير وذره رحمه، شوفوا في القليل وعاونوا القليل وخلينا لكم الخير ان شاء الله. اللهم اغثنا غيث القلوب والله يهديكم ان شاء الله. هو بالفعل تم تناول اذن هذه المعضله التي يعيشها المواطن بصفه حاده والتي احس بها السيد رئيس الجمهوريه، وكان النقاش لمده، ومن خلال هذا النقاش اخذ السيد رئيس الجمهوريه اذن اهم قرار وهو انتقالي مع زميلي وزير الري الى تيارت لايجاد الحلول المناسبه ولايجاد حلول ظرفيه للظرف. هو حاس ان المواطن لمده 12 يوم وربما اكثر وما عندوش الماء في الحنفيه، هذا ما يثير يعني القلق، وانا نتفهموا المواطنين البعض منهم خرج، ولكن لابد من حلول. نحن كسلطات عموميه لابد ان نجد هذه الحلول، وخاصه عندما يكون على راس هذه الدوله رئيس كما السيد عبد المجيد تبون. ولايه المجاوره من الجزائر العاصمه اليوم برك لحقوا 14 شاحنه ذات حجم كبير، من مصران 11 شاحنه ذات حجم كبير. الحمايه المدنيه ولا هنا معنا السيد المدير العام الذي ابى الا ان يرافقني مع السيد المدير العام للامن الوطني، كذلك اكثر من اكثر من 10 شاحنات، كانت شاحنه وزادوا 10 ثاني من الحجم الكبير. المتدخلين اخرين وممكن لهنا الولايات الاخرى كما جلفا كما يعني الناس بزاف اللي راهم يساهموا ويشاركوا. اذا متابعينا هذه هي الحلول اللي قال لهم عبد المجيد حشكم عندكم 48 ساعه باش تلقاو لي حلول. اجي نعطيكم دابا واحد المعلومه صادمه. واش عارفين عدد السكان ديال هذه الولايه؟ عدد السكان ديال ولايه تيارت، عدد سكان ولاية تيارت مليون نسمة، اسمع معايا مزيان، مليون نسمة تقطعت عليهم الماء، مليون نسمة، حاولوا تستوعبوا الرقم، مليون نسمة تقطعت عليهم الماء. الحلول ديال عم جد حشاكم صيفط اليوم 40 ما وصلاش 40 أصلا، احنا مشيو معاهم في 40، قال لكم صيفط لهم 40 شاحنة ديال نقل المياه لمليون نسمة. غسلناه في الساعات المقبلة غادي تشوفوا شنو غادي يوقع. إن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1.3 مليار متر مكعب يوميا. كاين ناس ما على بالهمش بالحكايه هذه، وراه من قبل يطالبوا بالحكايه تاع البولنديه. عاود لنا الحكايه من الاول نسمعوها. بسم الله. عندك في ديسمبر 2023 في لافين تاع ديسمبر جاونا عباد البنت عمي من بولندا ان شاء الله. راني شافي عليها كل يوم انا. تعرفت علي واحد ما شاء الله من بولندا دا من بوغوس جاب يما حصلت لنا في الطواليت ما لقاتش الماء، فاهم؟ حكيت لك الحكايه يا عاود كيفاش صرات الحكايه، كيفاش صرات الناس اللي ما كانوش معنا. ايه ايا هما على كل حال جاوا على سنه الله ورسوله كيما نقولوا. ايه هي قال لك جيالي من هي وين جايه، دخلت يما قالت لنا جيالي من هي وين جايه، قلنا لها هاي ليك. هي كي دخلت جيالي من هي هي حشك طوالات، حشك ديت طوالاتك فاهم فوالا. ايه هي بداتيك مخلوقه طولت شويه وهي كانت تستفلي روبيني
مولي روبيني قاعد تستي فيهم وحش متخرج هكذاك هك فاهم. ايه حطه باللي في الجزائر عبز يصير كيما ديري لا شانس كلش يهبط. يعطيك الصحه. ايوا بعد هذيك عيطت لبنتها قلت لها يا ودي شوفي لنا الماء في الدار هذه كيفاه اسكو كاين ولا ما كاش. ومن بعد عشيت انا قلت لك رايح عند السوبيره تاع الحومه بالبواد نتاع تاع السعيده. بواد نتاع السعيده رايح رايح نرفد فيهم وجاي. هاي لا تبهديله هذيك هاي امباتيك رميت لها رمى ولا نسى على كل حد رمى ولا البيدون غير تحت الماء مخلوقه هاكي تبيع بيناتهم مخلوقه بصح ما ولاو شي شي وقي والله ما خليو الناس تحب خليها لو كان خرجت من البلاد هذيك وامن ولا ريح غير المشكل وانا قلت لك بلي انا عايش في العاصمه على كل حالك فاهم ايه قلب العاصمة غير المشكل مازال له حتى اليومين هذا يا شوقي والله العلي العظيم غير الماء يجي بالنهار يجي نهار ما يجيش نهار يجي دراري صغار يفرحوا هذوك دراري صغار يفرحوا نهار يجي الماء يلعبوا بالقراع ويلعبوا بالبنابل تاع الماء يفرحوا بشغل اللي خشاك الروست واللي خشا لها بشكل المشكل نهار انت بار اكزومبل حكيت لها ذاك الوقت يا اخي كنا نحكيو على الازمة بعد تاع الماء وانت حكيت لنا الحكاية هذاك الوقت كانوا يقول لك ما كانش منها تكذبوا ودركا راهم درك راهم فيها ويزيد درك يكذا راك تشوف تيارت كيفاش هذه بلا ما نحكيو على العاصمة ومازالوا ايش ايش وقي انا قاعد راك تشوف لابروف الانترنت ما كاش ما كاين والو راك تشوف لا كونيكسيون راك واش راح نديرو رانا ديكالاج هضر خويا هضر عباك علاش طلعت معاك انايا اقسم بالله انا كنت داير كيتما راني نتبع فيك في اللايف ما درتش دو موند بصح كي قريت لي كومونتير قال لك بلي بولندي بديت نضحك وتفكر الجماعه اللي كذبوني واللي كذبوني راهم عايشين معايا هنا في السازك فاهم في قلب العاصمه قالوا لي تكذب وبعثوا لي في البريفي كيفاه قلت لهم يا ودي والله ما راني نكذب قلت لهم قاش امين بالله غير الحكايه كاينه منها والله العلي العظيم يا شوف انا ما نكذبش هكذاك بك انا الحق يقال اسمع درك اللي يهضر معاك جبدلوا لي فيديو تاع تيار تقول له شوف ترى شرد لي على هذه واش راهو صاري في الناس ولا الاخر تما هما في العاصمه يشوفوا وهران كيف كيف راه البلاد كامل ودرك تشوف الصيف هذا شفت كيف المشكل عندي 6 شهور ملي حكيت لك عليها الحكايه وحكايه الوقت في الشتاء في الشتاء يعني ماشي في الشتاء يعطيك الصحه ما عشرة الفيضانات ايه نهار خويا ربي يحفظك والله على بالك زيد في وقتك دقيقة ما ديرونيش في اليوتيوب قول خاوتنا اللي مداري قصوا الفيديوهات تاعك ما يديرونيش ما ديروش ولا ما ينحيو التصويرة على العموم ما يحطوش تصويرتك صح ما يحطوش الكونت ما يحطوش الكونت تاعك الله يهنيك خويا العزيز ربي يحفظك صحيح باش ما تقولوش مانيش مطلي فيكم جبنا لكم الاصل الحكايه من صاحبها والله هذاك الوقت المضحكات المبكيات هذاك الوقت خونا هذا كيطلع ويقول لك وتكذبوا ما كانش منها وخرطي والما كاين درك في تيارت اهدر حامي على روحك على قلت الميم زادك واش تيار الثاني نكذبو علاش ما تهضروش على المواضيع هادي علاش ماشي هادو هما لي سوجي اللي نهضروا عليهم غير مؤامرات الجزائر مستهدفه اي بركاونا جماعه يعطيكم